شكرا معلقنا الكابتن محمد عفيفي. اذا انتهت احداث المباراه، الاهلي والاتحاد الكره الطايره رجال 3-0. الف مبروك النادي الاهلي، هارد لك نادي الاتحاد. المباراه تساعد النادي الاهلي منذ البدايه حتى النهايه، ويضع قدما في المباراه القادمه ان شاء الله باريحيه كبيره. هتبقى المباراه ما قبل الاخيره، مباراه طلائع الجيش القادمه. طبعا قبل ما نروح نتناول المباراه واللي حصل فيها فنيا وكل شيء، بحب ارحب بضيوف المره الثانيه. الكابتن ممدوح اسماعيل، اهلا بيك يا كابتن. اهلا بيك كابتن عايز. برحب بالكابتن احمد زكريا للمره الثانيه، اهلا بيك كابتن. اهلا، مبروك النادي الاهلي طبعا. النتيجه متوقعه يعني ان شاء الله، يعني احنا كنا متوقعين النتيجه دي والاداء ده يعني كان شيء طبيعي. طب رايك الفني في المباراه كابتن؟ هو نعرف طبعا، اعتقد ان النادي الاهلي ابتدى بدايه قويه جدا، وطبعا كانت يعني في مشكله، لان واعتقد يعني ان الكابتن احمد سمير كان دايما بيبتدي المعد في مركز ثلاثة، واعتقد ان هو ده يمكن كان بيخسره كتير قوي، ان احنا النادي الاهلي بيبقى ثلاثة هجوم منهم احمد صلاح واحمد سعيد وفلاديمير، بيبقى ضد اثنين ضاربين بس، فده كان بيأثر كتير قوي في الهجوم. ده بتفسر ليه النادي الاهلي تقدم 9-1 في البداية؟ الشوط الاولاني كان في يعني الرسال كان معاهم، وابتدى المعد في مركز ثلاثة، هو ده كان بيبتدي المعد في مركز ثلاثة، وده كان هو خالد الفيومي لما نزل كان قصير برضه، فكان عبد الله ابتدى الارسال وارسال مؤثر جدا، فكان الاهلي بيعمل كونتر اتاك جامد، يعمل حاصل صاد كويس ويبتدي يعمل هجوم. طب خلينا استاذنك كابتن نروح لارض الملعب وزملتنا او مراسلتنا نورهان طمان ولقاءات مهمه من ارض الملعب، اتفضلي يا نورهان. جاي ماتش الجيش يا كابتن ولا مين؟ يا مساء الخير مشاهدينا ومشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. طبعا بنبارك للنادي الاهلي فوزه على نظيره الاتحاد السكندري في المباراه اللي لسه يعني يمكن منتهيه منذ دقائق قليله، طبعا ثلاث اشواط دون رد. بنبارك طبعا للنادي الاهلي، ومعانا نجم من نجوم المباراه، وطبعا نجم النادي الاهلي ونجم منتخب مصر، ويعني احنا طبعا يعني جمهور النادي الاهلي دايما بيلقبه بميسي كره الطائره، احمد صلاح. اهلا بيك معانا يا احمد، ومبروك على الفوز. ربنا يخليك، شكرا. طبعا نقول مبروك النادي الاهلي والجمهور، وان شاء الله باذن الله في انتصارات ان شاء الله. احمد كلمنا بقى عن يعني المباراه النهارده، يمكن الشوط الثاني كان صعب شويه عن بقيه الاشواط، 20-25 يعني فرقنا، ولكن يعني كان الى حد كبير صعب شويه. طبعا اكيد احنا بعد توقف اكتر من اسبوعين طبيعي جدا طبعا انت قاعد من غير ماتشات، فده يبقى هو ده اللي يعني الماتش يبقى فيه شويه صعوبه، لكن الحمد لله يعني احنا قدرنا يعني ان احنا نفرق تاني وخدنا الجيم، وبعد كده الجيم التالت الحمد لله خدناه بسهوله يعني. طيب الفتره اللي فاتت بقى يعني يمكن انت ما كنتش معانا قبل المباراه، ما عرفناش يعني نعرف منك، كنتوا يعني اتكلمنا عن التدريبات وكلمنا عن اكيد كابتن محمد مصلحي بيبقى ليه يعني توجيهات مختلفه في الايام اللي فاتت. طبعا كان في شغل كتير جدا في رمضان، وحتى كمان خدنا اجازه العيد يومين، وبعد كده عملنا تدريب صبح بعد الظهر يومين، كنا بنجهز لماتش الاتحاد من حوالي اسبوع، والحمد لله يعني قدرنا، خدنا محاضره امبارح ومحاضره النهارده، ويعني كنا دارسينهم بقالنا اكتر من اسبوع، والحمد لله اللي هو قال عليه الحمد لله قدرنا ننفذه، وعشان كده الحمد لله الماتش كان ما كانش صعب يعني. طيب كلمنا برضو، مش هقدر ما تبقاش معانا، وتكلمنا عن الاجراءات الاحترازيه بقى، يعني بتعملوا ايه في الايام اللي يمكن ما فيهاش فيها مباريات بيبقى فيها تدريبات؟ خلاص انا بنخلص تمرين وبنروح، ما فيش يعني، كان كابتن ميدو كان مدقق على موضوع الخروج والكلام ده كله، هو قال لنا يا جماعه هو فاضل شهر لازم كل واحد يلتزم ويركز، والموضوع ده مش ما فيهوش هزار، ان لو في لعيب لا قدر الله حصل له حاجه هتاثر على الفرقه جامد، وفعلا الحمد لله الفرقه كلها ملتزمه، خلص تمرينها بتروح على طول وبتيجي من البيت على التمرين، وكله يعني اللي احنا يعني نستحمل الفتره دي، هي فتره صعبه وفتره مهمه جدا، هي دي الفتره يعني، هي دي الموسم بالنسبه لنا اللي هو الماتشين الباقيين ان شاء الله وماتشات الكاس، ف يعني الحمد لله احنا حاطين الموضوع في دماغنا، ان دي طبعا النادي الاهلي مستنين مننا البطولات، فان شاء الله باذن الله يعني ربنا يكرمنا ناخد البطولات ان شاء الله باذن الله. اخيرا يعني طبعا المباراتين القادمتين طلاع الجيش والزمالك، طلاع الجيش الاقرب ثم الزمالك، وطبعا دي مباراه الديربي ومباراه ختام كمان اعتقد الموسم، شايف الماتشين ازاي وتحديدا طبعا مباراه الزمالك؟ طبعا اولا احنا يعني احنا من ساعه ما كابتن محمد مصلحي مسك الجهاز ده، هو احنا ماشيين ماتش بماتشه، كل ماتش بالنسبه لنا مهم، كل ماتش بنجهز له وليه خطته وليه البرنامج بتاعه، ما اقدرش ان انا اتكلم على ماتش الزمالك قبل ماتش الجيش، ان برده ماتش الجيش ماتش مهم، ان طبعا الفتره اللي جايه كلها الماتشين اللي جايين بالذات زي ماتشات كاس ما ينفعش يكون فيها خساره،
لكن طبعا اكيد ماتش الزمالك اكيد هو يعني ليه سيستم تاني طبعا ونظام تاني، واحنا جاهزين له بس في وقته. احنا دلوقتي عندنا ماتش مهم، ماتش الجيش ان شاء الله يوم الاربعاء، نعديه باذن الله وبعد كده نبدا نفكر في ماتش الزمالك ونبدا نجهز له ان شاء الله. شكرا ليك يا احمد وبنرحب بيك، شكرا لك جدا على قناة الاهلي. ده طبعا كان لقائنا مع نجم الفريق احمد صلاح، عوده مره اخرى الى الاستوديو. برهان طمان مراسلتنا من ارض الملعب، بشكرك شكرا جزيلا ليكي. وده كان لقائنا مع كابتن احمد صلاح. يمكن اجي لكابتن ممدوح، رايك في المباراه بتاعت النهارده ايه يا كابتن؟ هو لاعب الاهلي كانوا عند وعد جماهيرهم بالحصول على اللقب. هم نازلين من بدايه الماتش مركزين جدا وبيلعبوا بكل قوه وبكل سرعه. خبره احمد صلاح وعبد الله عبد السلام النهارده فرقت كتير جدا، حتى في كور احمد صلاح لما بيلقى نفسه طالع بدري لاعبها بايده، لف ايده من ورا جسمه قبل الهدف فيها نقطه مهمه. كوره ثانيه كانت مرفوعه بره الشبكه، احمد صلاح برضه بخبرته خلصها. محمد طب عادل، حضرتك لسه بتقول عبد الله عبد السلام، طب ايه رايك نشوفه في القائمه من ارض الملعب؟ نروح لمراسلنا شريف شعبان ولقاء مع نجم الفريق عبد الله عبد السلام. اتفضل يا شريف. تعالي ليك يا كابتن هيثم ولضيوفك ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. بعد فوز فريق النادي الاهلي على فريق الاتحاد السكندري 3-0 الشوط الاولاني 25-16، الشوط الثاني 25-20، الشوط الثالث 25-15 مع النجم من نجوم فريق النادي الاهلي عبد الله عبد السلام، ولسه ضيوف الكابتن هيثم الكابتن ممدوح والكابتن احمد زكريا بيشيدوا بدورك النهارده في هذه المباراه. ممكن مباراه قويه جدا، الاهلي رجع بعد التوقف، يمكن فترة اعداد مصغرة عملتوها قدرتوا تفوزوا على فريق الاتحاد السكندري في مباراة قوية جدا وخصوصا الكوارتر التاني. طبعا الحمد لله رب العالمين، برحم بالكباتن الكبار كابتن احمد زكريا وكابتن ممدوح اسماعيل وكابتن هيثم. بقول لهم الف مبروك طبعا، الحمد لله رب العالمين. طبعا مباراة مهمة جدا لينا، كنا لازم نحسمها ان شاء الله. بقى لنا شهر مستنيين المباراة ديت، وان شاء الله عندنا مباراة الاربع الجاي والاربع اللي بعدين. الحمد لله رب العالمين، يعني لعيبة نازلة مركزة، في عزيمة، في اصرار، لازم نحسم المباراة يعني باسرع وقت ممكن يعني عشان اللعيبه كلها تلعب. والحمد لله رب العالمين، يعني حسنا المباراه بشكل كويس الحمد لله. ليه الشوط الثاني اتصعب؟ استعجال شويه، يعني زي ما بقول لك اللعيبه مستعجله شويه على المكسب، عشان كده بيحصل غلطات او اخطاء. بس الحمد لله رب العالمين تدرجناها للشوط الثالث والحمد لله حسمنا المباراه. حتى شفت الشوط الثالث يعني خلص على 15، الاخطاء قلت، التركيز عالي، والحمد لله رب العالمين. يعني في الفولي الشوط الثالث بتلاقي ثلاث ارباع اللعيبه ونص اللعيبه طبعا بيحصل اجهاد جامد، فالتركيز بيقل، بيحصل اخطاء. الحمد لله رب العالمين بتوجيهات الجهاز الفني ولعبتنا الخبرات واللعيبه الشباب، الحمد لله رب العالمين عدينا الشوط الثالث ببر الامان الحمد لله. اصعب لحظه قابلتك في المباراه ايه وخفت؟ لا والله الحمد لله، يعني ما بيحصلش حاجه زي كده. اهم حاجه عندنا التركيز، يعني كل ما التركيز يكون مظبوط وزياده الحمد لله رب العالمين بتلاقي الانسجام موجود، شكل الفرقه شكل كويس الحمد لله، ما بيحصلش الغلطات الحمد لله رب العالمين. دي اهم حاجه في اللعبه بتاعتنا، فالحمد لله رب العالمين على المكسب. جمهور النادي الاهلي عاوز بطوله الدوري عشان ناخدها باذن الله، باذن الله نكسب فريق طلع الجيش وبعد كده الغريم التقليدي فريق الزمالك، نكسب الاثنين ناخد الدوري باذن الله. شايف الاول مواجهه طلع الجيش ازاي؟ طبعا خلاص قفلنا صفحه الاتحاد، ان شاء الله رب العالمين بعد بكره ان شاء الله رب العالمين نرجع نجهز لفريق طلائع الجيش. طبعا فرقه محترمه، عندهم مدير فني وجهاز فني محترم، وعندهم لعيبه خبرات ولعيبه شباب، فرقه كويسه. ان شاء الله رب العالمين نقدر نحسم الامور ان شاء الله يوم الاربعاء ونجهز كويس ان شاء الله رب العالمين، ونقفل الصفحه ونخش ان شاء الله على مباراه الزمالك، ونقدر ان شاء الله من خلالها نحسم بطوله الدوري ان شاء الله رب العالمين، وبعد كده نركز في الكاس بعدها باذن الله. النهارده الجمعه، المباراه لسه يوم الاربعاء مباراه طلائع الجيش، فهقدر اخد راحه مثلا لو هاخد راحه بكره معايا الحد والاثنين والثلاث، يعني في فتره زمنيه اشتغل عليها مباراه طلائع الجيش. مظبوط، احنا فعلا بكره ان شاء الله رب العالمين اجازه باذن الله، من الحد ان شاء الله نبتدي نستعد لمباراه طلائع الجيش ان شاء الله، نقدر نحضرها كويس ان شاء الله، ونقدر ان شاء الله نحسم الامور ان شاء الله يوم الاربعاء باذن الله. الفتره الزمنيه ما بين مباراه طلائع الجيش ومباراه الزمالك اللي هتكون يوم 2/6 وغالبا هتكون في مولين العرب غالبا لسه مش رسمي طبعا، شايف برضه فتره كافيه ولا فتره تبقى قليله؟ لا كافيه طبعا، احنا متعودين يعني على الحمل العالي للماتشات، بنلعب اثنين يعني قبل كده كنا بنلعب جمعه واثنين، كان في ما حصل موضوع الكورونا لبعض اللعيبه، كنا بنلعب ماتشات اثنين واربع، وكنا بنخش الاربع الماتشات المؤجله، فبنلعب اثنين واربع وجمعه. متعودين الحمد لله على كل حاجه، وان شاء الله باذن الله جاهزين، واذن الله ان شاء الله نقدر نحسم الامور لينا باذن الله. باذن الله بطوله الدوري اهلاويه باذن الله؟ باذن الله رب العالمين، الدوري والكاس باذن الله رب العالمين. الدوري والكاس كمان هو ده النادي ان شاء الله. طبعا طبعا، دي احنا متعودين على كده ومعودين جميعنا على كده، باذن الله نقدر نحسم الامور لينا باذن الله. ميلو مبروك. الله يخليك، شكرا. ميرسي جدا، شكرا، ربنا يخليك. كابتن هيثم، ده كان لقاءنا مع سوبر ستار فريق النادي الاهلي الكابتن عبد الله عبد السلام، عاود لك من جديد. اتفضل. شريف شعبان من راسنا من ارض الملعب، ولقائه مع عبد الله عبد السلام نجم الفريق. يمكن كان النهارده موفق بشكل كبير حسب خبرته
وبتوجيهه للباصات جوه الملعب وكمان باستقباله وبلوكات، واكيد فرق كتير جدا. كابتن يعني حضرتك كنت بتتكلم قبل الفاصل ان النادي الاهلي نجح بشكل كبير انه يسيطر على المباراه بخبرات لعيبه. هو الميزه النهارده ان كمان كابتن محمد مسلحي بعد ما جاء للمحترف موندس زيتو كان جات له فتره كورونا، رايح 15 يوم في البيت، رايح حاول يرجعه بسرعه، والنهارده احنا بنشوفه من افضل اللاعبين مع احمد سعيد مع محمد عادل وكرازيمير، كل اللاعبين كانوا النهارده موفقين. وكمان كابتن محمد مسلحي حضر اللاعب احمد عبد العال، نزله مكان ريموند في نص الماتش عشان يجهز لعيب لفرقه اربعه في حاله عدم التوفيق في الماتشات اللي جايه لاي لعيب، وفي نفس الوقت توزيع الحملة على بقيه اللعيبه ويديله الثقه. فلا كابتن محمد مسلحي النهارده ادار المباراه باقتدار، اللاعبين كانوا موفقين كلهم. محمد عادل خد شويه بلوكات وضرب من اثنين زيه زي يمكن احمد صلاح، فمبروك للاعبين. خلينا نروح لارض الملعب، وطبعا مراسلتنا من ارض الملعب نورهان طمان واللقاء مع الكابتن خالد ابو زينه المدير الاداري. اتفضلي يا نورهان. برحب بيك من جديد طبعا زميلي هيثم. احنا معنا طبعا اللواء خالد ابو زينه المدير الاداري للفريق، هيكلمنا بقى ان شاء الله عن الايام المقبله ويعني جدول الفريق ان شاء الله في الايام المقبله طبعا بعد الفوز النهارده. بنرحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي. ازي حضرتك، وبنشكركم جدا ان انتم متابعينا في كل المباريات، ده بيدي برضو ثقه، وبنعرف جمهور النادي الاهلي ايه اللي بيدار في لعبه الكره الطايره على مستوى مصر يعني. طبعا بالنسبه للاستعدادات احنا حضرتك احنا بكره راحه اللي هو السبت، عندنا تدريب الحد والاثنين والثلاث، هنخش معسكر يوم الثلاث استعدادا لمباراه طلاع الجيش يوم الاربع، وبعديها باسبوع حضرتك على طول 2/6 عندنا مباراه الزمالك، واحنا يتحسم الدوري بفوزنا على مباراه طلاع الجيش ان شاء الله ونادي الزمالك. يوم 25 حضرتك في قرعه الكاس من اول دور ال 32. طبعا القرعه بتاعه الكاس لسه مش عارفينها، اول ما هنعرفها طبعا هنبلغ حضراتكم ونبلغ الاعلام بيها، على اساس ان الماتش النهائي هيكون يوم 16/6. زي ما حضرتك عارفه احنا في يعني توقفات حصلت كتير جدا بسبب الكورونا وبسبب بعض الفرق اصيبت بالكورونا، ربنا يعفو عن الناس كلها، واحنا برضو حصل عندنا نفس الظرف ده، عشان كده الدوري امتد شويه. لكن اللي احنا بنطمن الجمهور وبنطمن مجلس اداره بقياده الكابتن محمود الخطيب ان احنا ان شاء الله قادمون على الحصول على مسابقه الدوري الممتاز ومسابقه كاس مصر، لان ده بيزود الرانكينج بتاعنا وبيدينا ان احنا مستمرين في الحصول على الدوري المحلي. طبعا انت عارفه حضرتك البطوله العربيه اتلغت في البحرين، وبطوله افريقيا احنا ما سافرناهاش، فطبعا الدوري والكاس بالنسبه لنا مهمين جدا لان ده حصاد عام كامل للفريق. بنطمن الجمهور الفريق باذن الله يعني ماشي في نفس الاستمراريه بتاعته، والحاجه الثانيه هم عندهم اصرار شديد جدا 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 للحصول على الدوري والكاس. الكلام ده بيجي من مسانده من مجلس الاداره واداره النشاط الرياضي، زائد ان اللعيبه عندها انضباط كامل ان هي يعني ناس كبيره عايزه تحصل على البطولتين. فبنتمنى التوفيق، وبنشكر قناة النادي الأهلي إن هي متابعانا في كل اللقاءات، في أغلب المباريات موجودة متواجدة معانا، ده بيدينا ثقة وبيعلي اللعيبة وبيرفع روحهم المعنوية، لأن طبعا زي ما أنت حضرتك عارفة مفيش جمهور، فيعتبر إذاعة المباريات دي مهمة جدا بالنسبة لجمهور النادي الأهلي وبالنسبة للاعبين كمان. كابتن خالد، طيب خليني أسأل حضرتك يعني بتتعاملوا إزاي مع اللاعبين فيما يخص يعني الإجراءات الاحترازية والتخوفات من تفشي فيروس كورونا؟ والله حضرتك احنا بالنسبة لنا مش عايز اقول لحضرتك يعني، اولا الملعب بيتعقم قبل كل تمرين، يعني احنا دلوقتي هيتعقم الملعب قبل دخول الباسكت، دي نمرة واحد. اللعيبة حضرتك موجود بره كل المطهرات، اللعيبة ما بتخشش الصالة غير بالكمامة بتبتدي تقلعها عشان تبتدي تتمرن. بالنسبة للعيبة ما يعني حتى في غرف خلع الملابس بيحصل تطهير شديد جدا 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 قبل وبعد،
زي ما انت حضرتك لازم تعرفي ان اللعيبه ثروه بالنسبه لينا، ثروه كبيره، فاحنا بنحافظ عليهم يمكن اكتر، وبنحافظ كمان على الجهاز. يعني الجهاز بيتحافظ عليه، اللاعبين بيتحافظوا عليهم، كل الاجراءات حضرتك المتبعه اللي بتتبلغ لينا اول باول من الصحه بتوصل لاداره النادي بننفذها زي ما بيقولوا بالسنتي وبالمسطره، وده يعني عشان صحه اللعيبه. احنا في ظروف يعني اضطراريه وظروف طارئه علينا، لكن احنا ان شاء الله يعني بنقول يا رب وبندعي ربنا ان يبعد عننا الوباء وربنا يعافي الناس كلها. يعني كابتن خالد ابو زينب بشكر حضرتك جدا على تواجدك معنا وشرفتنا في قناه النادي الاهلي. متشكر جدا لحضرتك ومتشكر جدا لقناه النادي الاهلي. ده يعني طبعا كان لقائنا مع المدير الاداري لفريق الكره الطائره، طبعا بعد ما الحمد لله النادي الاهلي حقق الفوز على الاتحاد بثلاث اشواط دون رد. يعني شكرا لكم جدا وعوده الى الاستوديو. نورهان طمان مراسلتنا من ارض الملعب بشكرك شكرا جزيلا. وده لقاء مع الكابتن خالد ابو زينه مدير اداري الفريق، والحقيقه اللي وضح على بعض النقاط المهمه، وهي كان اهمها قرعه كاس مصر ستقام يوم 25/5 الشهر ده، واكيد هنطلع حضراتكم فورا الاعلان عنها. يمكن اجي الكابتن احمد زكريا عن مباراه النهارده يا كابتن، يمكن في بعض الامور الفنيه اكيد المستفاده نتكلم طبعا النهارده. يعني النهارده نادي الاتحاد عمل كجيم استقبال فعلا يعني هو كان عندهم طبعا عبد الهادي المستقبل ليبرو هايل، طبعا كان محمد مصطفى برده سواء. فالاهلي النهارده يعني جاب 5 ارسالات، ودي نسبة قليلة جدا بالنسبة للنادي الأهلي، لهجوم النادي الأهلي، وطبعا معظمهم كان عبد الله الخمس أول. احنا يعني في نقط بس 3-4 نقط في الشوط الثاني ان احنا ما حسبناهمش، كان في وقت الصالة فاحنا يعني عبد الله جاب 5 إرس النهارده بس، والأهلي مقابل ضيع 13 إرسال. طب دي نسبة عالية يا كابتن، نسبة عالية في الإرسالات طبعا، اللي أنا يعني هو ممكن يكون أكتر من كده، إن أنا بس في الشوط الثاني 3-4 نقط احنا ما حسبناهمش. احنا خلينا نستكمل حضرتك التحليل الفني بس نطلع لارض الملعب، وزميلنا شريف شعبان او مراسلنا شريف شعبان ارض الملعب ولقاء مع تامر مجدي او كابتن تامر مجدي المدرب العام. اتفضل يا شريف. من جديد بجد التحيه كابتن هيثم ولضيوفك ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي، معي مدرب النادي الاهلي كابتن تامر تايجر. بقول لك مليون مبروك فوزكم اليوم على فريق الاتحاد السكندري 3-0. مباراة إلى حد ما كانت مباراة يعني بعد فترة توقف مقبولة لفريق النادي الأهلي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله طبعا على مباراة النهاردة. مباراة كانت كويسة، النادي الأهلي الحمد لله الفترة اللي فاتت مرنا كويس، قدرنا النهاردة ننفذ اللي احنا اتمرنا عليه الفترة اللي فاتت. طبعا من خلال الفرق اللي بنلعبها بيبقى في محاضرة بيبقى في فيديو، فبتقدر إن أنت تشتغل على الفرق اللي قدامك. أعتقد النهاردة الحمد لله الفرقة والناس اللي لعبت كلها نفذت تعليمات الكابتن محمد مصلحي اللي احنا اشتغلنا عليها في المحاضرة. ضيوفنا كانوا بيتكلموا ان في مشكله النهارده في ارسالات النادي الاهلي النهارده، يمكن فتره التوقف هي اللي عملت كده، ولا كان في اللعيب ما كانش في يومها النهارده؟ والله حضرتك واستاذتنا مدربينا العظام اللي في الاستوديو كابتن ممدوح وكابتن احمد زكريا، طبعا مدربينا وخبره وعارفين ان الارسالات دلوقتي بقت من المهارات اللي هي بتقدر تعلي الفرق، وان هي الفعاليه بتاعتها في الشوط بتبقى كويسه جدا. فانت النهارده 4 لعيبه او 5 لعيبه بتلعب ارسال مع الوزن، بتدي له حريه ان هو يروح ويلعب ارسال بقوه، بحيث ان انت تصعب المهام الهجوميه على الفرقه الثانيه. فده النهارده انت بتدي حريه للعيب ان هو يلعب. كان في اخطاء معينه في الارسالات، انما الحمد لله قدرت النهارده زي ما شفنا في البدايه احمد صلاح جاب، عبد الله عبد السلام ما شاء الله طول الماتش بيجيب، احمد سعيد بيجيب، في احمد عبد العال واقف ارسالات متوجهه على اللعيب الثاني. فالحمد لله انت بتقدر تشتغل وبتدي حريه للعيب ان هو يدوس يعني في الارسال. عندي مباراه مهمه مع طلائع الجيش ولابد من الفوز عليها، هخش معسكر قبلها بيوم ولا بيومين؟ ان شاء الله طلع الجيش هندخل معسكر قبليها بيوم ان شاء الله. الحمد لله طوينا صفحه الاتحاد، قدامنا ان شاء الله مباراه الجيش وبعديها مباراه الزمالك، ناخد كل مباراه واحده نقدر نشتغل عليها الفتره الجايه. قدامنا يومين ثلاثه نقدر ان شاء الله نشتغل فيهم، ويحصل استشفاء للعيبه اللي لعبت، ونكمل باللعيبه اللي ما شاركتش النهارده، ويبقى ليهم دور ان شاء الله في مباراه الجيش باذن الله. باذن الله نفوز على طلائع الجيش باذن الله. باذن الله عندي مباراه الزمالك يوم 2/6، وغالبا هتكون في بقولين العرب، غالبا هخش معسكر ولا هخش يوم ولا يومين؟
لا تقريبا طبعا ان شاء الله باذن الله مع الكابتن محمد مصلحي واداره النشاط طبعا بتوفر لنا كل اللي احنا محتاجينه باذن الله. هيبقى يومين باذن الله لنادي الزمالك مباراه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نهايه الدوري ونقدر ان شاء الله ربنا يكرمنا فيها ونفرح جمهورنا وجمهور النادي الاهلي. يعني اول مباراه في المقاولين العرب هتمرن في صاله المقاولين العرب ولا هلعب على طول؟ ده طبيعي احنا النادي بيوفر لنا طبعا لو في مباراه خارج النادي او في سفر او في اي حاجه بيقدر النادي ان يحجز لنا وحده تدريبيه اما صباحا او مساء حسب احتياجات الكابتن محمد مصلحي ورؤيته يعني للمباراه. اخيرا كاس مصر عرفت اللي هيبقى مضغوط في 12 يوم هتلعب حوالي 3 4 مباريات مستعدين؟ مش عارف الايام دي بس ماشي والله الحمد لله ده قدر النادي الاهلي في المواعيد وفي الماتشات اللي بتبقى متاجله ونظام المسابقه فان شاء الله احنا مع 12 يوم فعلا 12 يوم ان شاء الله 4 مباريات 4 مباريات في 12 يوم. معانا الدكتور حسن عبد المجيد مخطط احمال الدنيا ماشيه كويسه معانا ان شاء الله 16 لعيب الاحمال بتتفاوت عليهم في المباريات الحمد لله احنا عاملين حسابنا ونشتغل كويس وربنا يكرم ان شاء الله. بارك لكم على الدوري والكاس باذن الله. ان شاء الله باذن الله زي ما احنا معودين الناس وربنا يكرمنا. شكرا. اشكرك اشكرك شكرا. كابتن هيثم ده كان لقاءنا طبعا مع مدرب العام للنادي الاهلي كابتن تامر تايجر عوده ليك من جديد. مرسلنا شريف شعبان من ارض الملعب ولقاء مع تامر مجدي او كابتن تامر مجدي مدرب العام بشكرك شكرا جزيلا. استكمل حواري معاك كابتن احمد على النقاط الفنيه يمكن حضرتك اتكلمت عن الاتحاد واستقباله واتكلمت عن النادي الاهلي وسيرفاته ويمكن كان في اجابه من كابتن تامر مجدي انه ادى حريه للعيبه طبعا. ان هي تجرب سيرفاتها وتجرب فكان في ممكن السيرفات النهارده كان عندها 13 سيرف الارسال بيبقى يعني اللعيب بيبقى مش رايح متوتر الفرق سكور بيبقى عالي فاللعيب ممكن يبقى بيعمل بريك كبير وحاسس ان برده الماتش متناوله نيجي بقى بالحالة الصد الاهلي جاب حوالي 11 نقطه بالحالة الصد مقابل نادي الاتحاد جاب ثلاث حصاد فده بقى فده طبعا فرق كتير جدا ودي كانت نقطه ضعف نادي الاتحاد او يعني طبعا لما بيلعب قدام عبد الله عبد السلام يبقى صعب قوي حائط الصد بيتحرك ان هو يقدر يجيب كوره يتوقع فين الكوره نبقى دي. طب وايه النقاط الثانيه اللي حضرتك بالنسبه للهجوم النادي الاهلي جاب 38 نقطه بالهجوم مقابل الاتحاد 24 نقطه فدي طبعا كتير قوي يعني لازم يعني الاهلي مثلا في الشوط الاولاني جاب 13 نقطه الشوط الثالث 15 نقطه ودي نسبه عاليه جدا ان الاهلي بيقدر يعمل حد صد بيعمل بعد كده ديفنس بعدين يعمل هجوم او كونتر اتاك يعني فعشان كده دي نسبه النادي الاهلي. يمكن الاتحاد مقابل ان هو الهجوم ضعيف ان هو برضه بيلعب قدام نادي الاهلي فالبلوك سهل وامكانيات اعلى. خلينا يا كابتن اكمل مع حضرتك يعني النقاط الفنيه واضح ما شاء الله حضرتك يعني مجهزهم كويس بس نطلع لفاصل اعزائي المشاهدين هنطلع لفاصل سريع ونرجع نتكلم عن مباراه النهارده الاتحاد والاهلي الكره الطائره اللي فزنا بيها 3-0 ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد اروح لكابتن احمد يمكن كنا بنتكلم قبل الفاصل عن المكاسب الفنيه للنادي الاهلي حضرتك كنت سردت يعني مكسبين استكملهم حضرتك حاجه الحق الصد جاب الاهلي جاب 11 نقطه وحق الصد بالاتاك والهجوم 38 نقطه مقابل النادي الاتحاد 3 بلوك بس و24 نقطه بالاتاك ودي نسبه قليله جدا. هو ما فيش اخطاء في الاتاك يعني الفرقتين عاملين كل فرقه عامله 17 خطا نعم. احنا قلنا النسبه العالميه بتبقى في كل شوط بيبقى حوالي 5 اخطاء بس هي كلها معظمها اخطاء في الارسال يعني فلكن صحيح. ما فيش اخطاء في لبس شبكه اخطاء لا في الشوط الاول في الشوط الاول الفرقتين متساويين ودي ديك عشان كده الماتش الحمد لله ماتش كويس يعني ماتش ماشي ممتاز وبتاع ان هو ما فيش اخطاء كتير قوي لعيبه اخطاء استقبال اخطاء رفع غلط اخطاء يجيب شبكه هي دي يعني عشان كده الماتش كان كله جول في جوه في الملعب يعني ما عدا الارسال كانت نسبته يمكن الاهلي يعني ضيع 13 ارسال والمباراه سريعه يا كابتن برضه يعني بنعرضه للساده المشاهدين يعني الاهلي ضيع 13 ارسال والاتحاد ضيع 8 ارسالات يعني هي دي النسبه الاكثر نسبه في الاخطاء المباشره اللي عملوها الفرقتين يعني يعني 17 تفوق فيها الاتحاد اخطاء اقل 8 اقل شويه بس ما بيجيبش نقط يعني هو ما بيعملش اخطاء بس ما بيجيبش بيعدي الكره بس اول حائط صد بتاع الاهلي والديفنس والكونتر اتاك هو اللي بيهجم لكن هي دي الميزه في الماتش النهارده ان مفيش اخطاء مباشره واللعيبه ان اللعيبه كلهم يمكن مستوى مخضرمين كلهم اكيد المستوى يعني الفرقتين اللي طبعا معتمدين على اللعيبه الكبار اللي عندهم خبره وبتاع صحيح. ودي نقطة برضو ان احنا مش شايفين اللعيبة صغيرين لسه يعني دي ممكن عشان دي مرحلة الحسم رأيك يا كابتن ممدوح يعني لا مش عامة يعني في كرة الطائرة حاليا اللعيبة الصغيرين
الطيران يمكن هم لسه ما خدوش فرصهم بشكل كبير. ما خدوش فرصهم يمكن بس القادم ليهم كابتن ممدوح. يمكن حضرتك كنت عايز برضه تشرح لنا حاجه فنيه كده. يمكن النقطه اللي اشار بيها كابتن احمد زكريا بدايه كابتن احمد سمير المعد في مركز 3 الاتحاد. اغلبيه المديرين الفنيين في جميع الانديه بيبداوا اما البلاي ميكر في مركز 2 او في مركز 1 لو معاه الارسال. تمام. فما يجي كابتن احمد سمير حب يعني يظبط خطوط قدام خطوط، فهو بيبقى حاطط تصور قدامه انهي خط اللي هيمسك كابتن احمد صلاح اللي هو بيشوط بنسبه اكبر، فعايز يطول الملعب ويحط له اعلى 2 بلوكات، فبيجي ده على حساب الهجوم وخبر حياتك. فهنا كانت البدايه النادي الاهلي لما بدا بعبد الله عبد السلام وارسالات قويه جدا وبعديه احمد صلاح، ففرق 10 بونت في بدايه الماتش ادي عمل احباط لفريق الاتحاد. اضطر الكابتن احمد سمير ان هو يغير برضه في اللعيبه والبوزيشنات بتاعت اللعيبه. كان بادئ بمحمود شحاته في مركز الاثنين مركز الاوبزيت زي احمد صلاح في النادي الاهلي، وجي في الشوط الثالث لعب عمر صالح اللاعب الاصغر سنا والاعصر اللي هو كان المفروض من وجهه نظري كان ده افضل تشكيل. رجع محمد مصطفى الشهير بلعبه فعبدها على الشبكه، كان في الشوط الاولاني بادئ بيه على السيف، يمكن هو ده اللي بيفرق معاه. كل تصور المدير الفني انا عايز الهجوم اعلى ولا الاستقبال اعلى ولا الخط ده قدام الخط ده ويظبط الخطوط قدام بعضيها. فالحمد لله ان النادي الاهلي واخد الموضوع من بدايه الماتش بجديه. خبره لاعبين النادي الاهلي كبيره جدا. عبد الله عبد السلام بيقدر دخل النهارده ريموندو واحمد سعيد من مركز 6 كتير جدا. نسبه البلوكات اللي شرحها الكابتن احمد زكريا ان النادي الاهلي حصل على 11 بلوك، دي نسبه اكبر من النسبه العالميه. نتيجه برضه ان محمد عادل خد بلوكات كتير مع عبد الله عبد السلام، خد بلوكات احمد صلاح، خد بلوكات احمد سعيد، خد بلوكات. نعم. مفيش لعيب النهارده في النادي الاهلي كازمير خد بلوكات، فدي كانت تفوق بنسبه كبيره على النادي طبعا الاتحاد. فرق كتير طبعا. فمبروك للنادي الاهلي، تملي بيقدمه الجديد. يمكن اشار ليها سياده اللواء خالد ابو زينه حته الانضباط. الانضباط مهم جدا في الفترة الحالية، مش عايزين حد يجي له كورونا قبل ماتش الزمالك. مهم جدا، مش محتاجين نلعب أحمد كاملين. أحمد صلاح نفسه قال كده كمان. فخبرة أحمد صلاح كبيرة جدا برضه أشار بيها، إن هو بياخد ماتش بماتش، بيركزوا في ماتش عندهم ماتش الجيش يوم الأربعاء، لا هيتمرنوا عشان ماتش الجيش لحد ما يخلص وبعد كده يبدأوا يفكروا في ماتش الزمالك. نتمنى لهم التوفيق، نتمنى لهم الحصول على الدوري وكأس مصر، عشان دول البطولتين اللي هيخشوا دولاب النادي الاهلي كما وعدونا فريق الكره الطائفه. يا رب يا كابتن. كابتن احمد يمكن اجي لحضرتك، وكان في بعض الامور اللي احنا النهارده فنيه يعني بتهيألي كابتن محمد شارك كل اللعيبه تقريبا 14 لعيب ولا انا لا لا هو في مجموعه لا هو ما غيرش يمكن احمد عبد العال بس اللي هو اللي اتغير النهارده في المكان محتفل كامل 13 ريموند. انما لكن يعني لا النهارده هو مركز في الماتش ومركز يعني هو هتشيل الفتره اللي جايه ومركز عليهم اكتر خلاص بقى هو بيلعب النهائيات، فمش محتاج بقى ندي اللعيبه يعني اللعيبه خلاص اللعيب اللي عنده خبره واللي عنده بتاع، بس هو عايز يثبت التشكيل وعايز يعني واللعيبه الثانيه برضه يعني في اي وقت هينزلوا ان هم برضه اللعيبه اللي قاعدين يعني هو مش الاحتياطي اللعيبه ان الاهلي عنده كلهم ال 14 كلهم تقريبا نفس المستوى، بس هي فرق الخبره اللي عنده حسام عنده احمد قطب برضه دولت لو نزلوا في اي وقت هيأدوا نفس. طب الاجانب النهارده يا كابتن عندنا اللي هم المحترفين ادوا هل ادوا الاداء اللي حضرتك كنت متوقعه سواء كراسيمير جوجيف او اللاعب الثاني ريموند سيزيتو، هل انت شايف ان هم ادوا الاداء بتاعهم الجيد ولا لا؟ هو طبعا الحال صد رقم 6 يعني عمل حال صد كان كويس النهارده في الهجوم في البلوك، الارسال بتاعه يمكن مش مؤثر النهارده. اعتقد برضو ريموند رقم 13 هو راجع من الكورونا هو كان مستواه عالي جدا، فيمكن النهارده برضو يمكن اقل شويه طبعا هو ممكن يظبطوا الدنيا ان شاء الله. لا في فتره كبيره لسه تقريبا يعني اكتر من 10 ايام 12 يوم فيعني ان شاء الله يعني. لكن هو طب حضرتك شايف ان يعني النادي الاهلي محتاج ايه يعني؟ هل مثلا يعني برضو بعين اللاعب والخبير
وبعين المتابع الجيد، هل انت شايف النادي الاهلي محتاج حاجه، محتاج الفتره الجايه يركز على حاجه؟ يعني اكيد بيتفرجوا علينا واكيد نصيحتك هتبقى متاخد بيها بشكل كبير يا كابتن. لا هو الاهلي يعني فرقه متكامله ما شاء الله وكلهم، بس هي يعني هو الموسم طويل قوي والتوقفات كتيره يعني هي دي نقطه. يعني احنا مثلا الدوري ما يقعد مثلا 7 اشهر او 8 اشهر، دي كتير قوي. اللعيبه اللعيب كل شويه بيعمل فتره اعداد، الدوري يتاجل فيعمل فتره اعداد تاني، فالحمل التدريب، فاللعيبه ممكن برضو النهارده اول يوم مباراه بعد فتره توقف كبيره لكم فعلا. طبعا فاللعيب اللي ما بيخش ما بيدخل لا خالص. لا الاهلي الحمد لله، انا بس يمكن ملاحظه هي كانت ارسال بس احنا ضيعنا ارسال، لكن احنا يعني مش ضيعنا، لكن ما احنا جبناش ارسال مقابلها، لكن جبنا ارسال قوي، ارسال قوي، جبنا 5 نقط مباشره يعني. لكن في كور بترجع لنا ثاني بنهجم بيها، لكن احنا ضيعنا برضو يعني الارسال، يعني احنا جبنا بلوك عالي برضو، ان احنا الارسال الاستقبال هناك ما بيروحش كل كره ما تروحش للمعد، فبيبقى في فبيقدر في لخبطه في الهجوم الناحيه الثانيه، فبيقدر نقدر نقرا البلوك كويس. ده تفسير منطقي ان فعلا لما بتضغط على الفرقه الاخرى او المنافس بالسيرف بس ده بيعلي الريسك، ان انت ممكن تخسر سيرفات في الشبكه كتير. بس يعني ايه اللعيب بقى جاهز بدني خلاص، بقى بيقدر الارسال بتاع مظبوط، انه بيبقى عنده القوه، عنده السرعه، عنده الجامب العالي. صحيح. فيمكن لسه اللعيبه ما وصلتش، اللعيب ما يقدرش يبقى في التوب فورم على طول. طبعاً يعني طبعاً. خلينا نشوف برده راي كابتن ممدوح يعني برده في ما يحتاجه النادي الاهلي الفتره الجايه، وحضرتك طبعا يعني استاذنا. وانا مستمتع بالحديث بينك وبين كابتن احمد زكريا، وملاحظ ان انت حضرتك مع نهايه الحلقه هتنزل تمرن. انا جاهز يا كابتن. وبتقول حاجات فنيه دقيقه جدا، وحضرتك اكتشفني والنبي يا كابتن. لا دي حقيقه، حضرتك اشارت لنقطه مهمه جدا، هي الريسك بتاع الارسال. احنا في محلل تقني زي ما اشرنا، وبنعرف خلال المباريات نسبه كل لاعب في كل مباراه في الارسال السبايك او الجامب فلوت او ارسال التنس. لازم يبقى عند كل لاعب والمدير الفني بيحدد، لو انا النهارده بادئ بدايه الجيم بارسالات سبايك عاليه جدا زي ما عمل احمد سعيد وعبد الله والمحترف لا انا عندي المحترف اللي هو كرازيمير على مستوى الماتشات اللي انا شفتها بيضيع كتير. فانا بالنسبه لي كمدير فني انا عرفت ان هو بيضيع كتير، فلازم اخليه يلعب ارسال تاني بعد نوع تاني في حاله عدم توفيقه في الارسال السبايك. فدي النقطه، ما بسيبش للعيب الاريحيه ان هو ممكن بس كابتن تامر النهارده قال لك احنا سايبينهم براحتهم ماتش انا قادر اسيطر على الماتش، وقادر ممكن لو الفرقه اللي قدامي ثلاث عليا، انما في ماتشات ما ينفعش اسيب اللاعب بحريه، بالذات في نهائيات الجيم اللي هي بتقفل الماتش، ممكن سيرف يضيع بطوله. صحيح يا كابتن، والله انا مستمتع جدا بقى بالحوار بتاع حضرتك وكلام حضرتك، وبشكرك يا كابتن ممدوح اسماعيل طبعا نجم النادي الاهلي منتخب مصر وعضو لجنه انتقال المواهب، نورتينا وشرفتينا، الف مبروك النهارده. شكرا جزيلا كابتن احمد زكريا نجم النادي الاهلي منتخب مصر ومدير قطاع الناشئين، استمتعت بحضورك وبشكرك. انا سعداء بوجودك وجودنا مع حضرتك وبتاعك، ما شاء الله ان شاء الله يعني اهم حاجه ان احنا نكون قدمنا حاجه للمصريين. طبعا يا كابتن انا بصراحه اتعلمت كتير. الله يخليك، ربنا يكرمك. اعزائي المشاهدين، ده كان استوديو الابطال النهارده، مباراه الاهلي والاتحاد، الف مبروك فوز النادي الاهلي النهارده 3-0، وكمان بنقول لنادي الاتحاد هارد لك، وبنقول لهم يعني ان شاء الله يكون القادم افضل ليكم نادي الاتحاد السكندري. بشكركم شكرا جزيلا، وانتظرونا ان شاء الله بعد بكره في حلقه جديده من الابطال يوم الاحد القادم. شكرا جزيلا.